حضرتك اهلا وسهلا بيك يا فندم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. يعني كل سنه حضرتك طيب. اولا بالنسبه اليوم العالمي البريد، ولو بنتكلم عن سبب الاختيار نفسه، هو 9 اكتوبر ده اليوم العالمي للبريد. ليه هو اليوم العالمي للبريد؟ لان اتفاقيه تاسيس الاتحاد نفسه تمت في 9 اكتوبر سنه 1874 بتوقيع 22 دوله من المؤسسين للاتحاد، ودي تمت في طبعا في بيرن في عاصمة سويسرا. كان قبل التاريخ دوت كانت التبادل البريدي بين الدول كان بيتم باتفاقات ثنائية. جه الاتحاد علشان ينظم العلاقات البريدية، لأن طبعا الاتفاقات الثنائية دائما ما بتبقى فيها تعقيد وكتير من المشاكل بين البلدان، فده كان بيأثر على الخدمات البريدية نفسها. جت مبادئ الاتحاد اللي هي قايم عليها نفسه الاتحاد علشان يأسس الخدمات البريدية لتسهيل تقديم الخدمة في جميع بلدان العالم، خصوصا المشاركة في تأسيس الاتحاد. المبادئ الأساسية بتاعته بتقوم على وضع معايير وسياسات للعمل البريدي موحد بين الدول الأعضاء، وده طبعا بيبقى ليه مردود كبير جدا على الخدمات البريديه اللي بتقدم للمواطنين سواء في اي بلد من البلاد المشاركه في التاسيس. بيتبع ذلك كمان ان هو مش بيقف دوره عند الوضع المعايير والسياسات العامه للتبادل البريدي، لا بيهدف الى تحسين النوعيه بتاعه الخدمه. فتحسين نوعيه الخدمه بالتالي مردود على اداء الخدمه للمواطنين في البلدان المشاركه. طيب العنصر ده، عنصر تحسين الخدمة ده، عنصر مهم جدا، لأنه من بداية البريد وهو بيحرص على تقديم خدمة جيدة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي بقى بالتعاون مع الاتحاد. لكن خلينا نتكلم على البريد المصري تحديدا، إمتى أنشئ وإيه المراحل في تطويره، خاصة أن الفترة الأخيرة يمكن آخر 10 سنوات دي شفنا طفرة في تطوير البريد المصري. ده حقيقي فعلا، هو البريد المصري أنشئ سنة 1865، وده مش حكاية أنه أنشئ، لأن إحنا كبريد إحنا من الدول الرائدة والمؤسسة لفكرة البريد. يمكن من 4000 سنة الفراعنة هم من أول من أطلقوا الفكرة بتاعت التواصل ما بين الأشخاص. التطور الطبيعي للبريد مش بيقتصر على مصر، هو التطور الطبيعي للبريد من التواصل ما بين الأشخاص كأفراد، ثم يليه المرحلة بتاعت التطوير اللي هي النقل عبر الدواب، ثم عبر البحر، ثم عبر الجو. فالتطور الطبيعي ده تطور طبيعي، لكن النشأة الحقيقية أو التطور الطبيعي للبريد المصري من 1865، وده بيدل على أن احنا من أعرق الدول اللي قدمت الخدمة. احنا 160 سنة دلوقتي بريد، يمكن الاتحاد التأسيس الاتحاد البريد العالمي 150 سنة النهاردة بتاعتها في البيه، فده بيوري ايه العمق بتاع الفكرة بتاعت البريد وتأسيسها. طبعا التطور بتاعه يمكن بدأ بجدية من أيام محمد علي، ثم تبعه تطور طبيعي بعد كده في أساليب التواصل وأساليب النقل بين محطات الوصول. في الفترة الأخيرة زي ما حضرتك تفضلتي، البريد شهد طفرة كبيرة جدا في نوعية الخدمة، لأن دخول التكنولوجيا والتطور اللي بقى حاصل فيها يعني تهيألي خلى في حتمية للتطور بشكل مختلف بصورة مختلفة. ويعني هو أنا عايز أقول لسيادتك، هو الصورة الذهنية للبريد من ساعي البريد والبوسطجي وما تناولته السينما المصرية طبعا على العصور العقود الماضية، في فيلم شهير لشكري سرحان طبعا البوسطجي. يعني ده تأسيس الصورة الذهنية في عند المواطن. لكن الأمر اختلف حاليا. طبعا ارتباطه الذهني بالبريد. لكن طبعا احنا يعني التطور احنا مش بمنقع عنه، لا بالعكس احنا سباقين لان احنا نبقى في مقدمة المؤسسات اللي بتهدف للتطور. وده طبعا بيجي من تبني الفكرة بتاعت استحداث خدمات جديدة للمواطنين. يمكن لما بقول ان احنا عندنا 160 سنة على التأسيس الرسمي للبريد او التطور الطبيعي للبريد في المرحلة الحديثة، فانا بقول ان احنا عندنا دلوقتي 160 خدمة بريدية، 160 خدمة ما بين خدمات بريدية ومالية وحكومية. أبرزها يا فندم، يعني أبرز الخدمات اللي نقدر من خلالها لما يذكر الخدمة دي بتتقدم من خلال البريد المصري، إن فعلا البريد المصري مش مجرد
ان انا بتواصل او ان انا ببعت جواب مثلا. هو ابرزها ان احنا التنوع مش خدمه معينه. يعني انا بقول لسيادتك احنا 160 خدمه تستهدف كل الخدمات وتستهدف كل الاطياف علشان تغطي الشريحه الكبرى من المواطنين. احنا هيئه بنهدف الى تقديم خدمه مجتمعيه بالدرجه الاولى، وده طبعا اللي بيأصل فكرتنا ان احنا دايما بنكون الاقرب للعميل. احنا عندنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين اكبر انتشار جغرافي على مستوى الجمهوريه، اكتر من 4500 مكتب في النجوع في الكفر في كل حته، فاحنا قريبين جدا من عملائنا. لا، وحجم الخدمات اللي بتقدموها للناس من فكره مثلا ان انا لو عايزه اعمل حاجه مع المرور فانا ممكن اقدر اوصل لاي فرع بريد قريب مني انجزها، شهاده ميلاد وهكذا، كل الخدمات دي بالتعاون مع مؤسسات الدوله، ده برضو جزء مهم وتنسيق اكيد اشتغلتوا عليه فتره طويله. ده تأصيل طبعا، يعني الرؤيه الاستراتيجيه بتاعت وزاره الاتصالات اللي هي منبثقة طبعا من رؤية مصر 2030 هي بتأصل للشمول المالي والتحول الرقمي، وإحنا هيئة هادفة إلى أن إحنا نعزز دور الدولة في كل المجالات اللي بتأسس على التطور الطبيعي للخدمات البريدية. فده طبعا بيأتي في المقدمة ليه، لسبب بسيط جدا، أن إحنا بنهتم أن إحنا نكون سباقين لتقديم خدمات حديثة ومتنوعة. يمكن زي ما حضرتك تفضلتي إحنا عندنا يعني حزمة كبيرة جدا من الخدمات اللي احنا عززناها بالتعاون مع المؤسسات، سواء الأحوال المدنية وزارة الداخلية، سواء وزارة العدل، توثيق الشهر العقاري، بنقدم خدمات مرور، بنقدم المخالفات، بنقدم كتير جدا من الخدمات اللي بتهم المواطن. يمكن الصورة الذهنية اللي حضرتك اتكلمت عنها من شوية على فكرة ان البريد محصور في ساعي البريد او البوستاجي اللي كان بيجيب لنا الجواب وينده علينا من تحت ونسمع صوته فنجري لو الأب مسافر أو كذا، الصورة الذهنية دي بتخلينا برضو نتكلم على الرقمنة والتطور التكنولوجي، لأن الـ AI دلوقتي بقى شريك في كل حاجة، وبقى بيتقال إنه هيقضي على وظائف زي ما حصل مثلا لساعي البريد. دلوقتي مع هذا التطور التكنولوجي، إيه الجديد اللي بتفكروا فيه وإيه الاستحداثات اللي ممكن هتكونوا بتشتغلوا عليها دلوقتي وهتقدموها بمرور 160 سنة على البريد المصري؟ خلينا أقول لسيادتك ان هو ساعي البريد او الارتباط بدفتر البريد دي حاجه كانت اساسيه، مع انه مازال موجود برضه، مازال موجود وبيلاقي كمان سيادتك مقاومه من المواطنين. يعني ان هو لما تيجي سيادتك، احنا دلوقتي طبعا زي ما تفضلت احنا ماشيين في خطه التطوير والتحديث، بنغير الدفاتر التقليديه الى دفاتر بطاقات حسابات توفير، فبالتالي بتبقى تلاقي اعتزاز المواطن بدفتر التوفير إن يعني هو حاجة سنة ضمان بالنسبة له، حاجة غريبة جدا، بتلاقي مقاومة كبيرة جدا من، وده طبعا بيجي من الثقة الكبيرة اللي بناها البريد المصري على مر العصور، مش على في العصر الحالي. بنتكلم كمان يا فندم بريد، احنا عندنا خلاص يعني طابع بريد صدر النهاردة، ده طابع البريد الصدر النهاردة طبعا في دول الاتحاد. يعني دول الاتحاد دلوقتي احنا كنا بنقول التأسيس ب 22 دولة، دلوقتي احنا وصلنا 192 دولة. طبعا مصر بتبقى دائما رائدة وسباقة للمحافل الدولية وخصوصا الاتحاد البريد العالمي. يعني احنا لنا دور كبير جدا في الاتحاد البريد العالمي بالمؤسسات اللي احنا بنشارك بيها، عندنا قطاع للتعاون الدولي بتشغله استاذه فاضله مخضرمه جدا في التعاون الدولي، الاستاذه نرمين حسن، ليها باع كبير جدا، ويمكن هي كانت اول سيده ترأس الاتحاد البريد المتوسط. هو ده الطابع بمرور 150، ده الطابع 150 عام من المساعده على التواصل وتمكين كل شعوب العالم. ده هو طبعا ده حاجه تذكاريه، يعني بمناسبه مرور 150 عام هو حاجه تذكاريه، لكن هو بيأصل فكره الاتحاد البريد العالمي اللي هو التواصل والترابط وتحسين جودة الخدمة والتوحيد وكل المعايير اللي يعني هو التذكاري يا فندم مش هيستخدم في مستندات مثلا؟ هو الطابع التذكاري بيصدر لحدث معين. تمام ماشي، بس أصلا أنا شايف إن مكتوب عليه رقم، يعني مكتوب عليه تقريبا
10 جنيهات. اما ده تكلفه الاصدار مفهوم. يعني ممكن يستخدم بعد كده مثلا، هو بيستخدم في الحدث نفسه بس. يعني تمام. هو التذكاري بيبقى طبعا باع كبير جدا اللي هو الطوابع، ان الاحداث دي بتؤرخ. هو لسه في ناس برضو هو الطوابع والكلام ده؟ لا ده شغف كبير جدا يا فندم، كان موجود يعني برضو. ده هو الطوابع، واحنا طبعا كهيئه دورنا بنرعى جمعيات هو الطوابع. جمعيات هو الطوابع المصريه حاجه عندهم فعاليات كتير جدا، يمكن كان في اخر مؤتمر في اسكندريه عملوه واحنا شاركنا بيه، بيقدم كل الطوابع النادره اللي في العالم، وما زال الشغف موجود رغم التطور اللي حصل طبعا في البريد. والتطور بس في هنا يعني كيو ار كود، واحنا اللي انا اشير اليه زي ما حضرتك تفضلت الكيو ار كود. الكيو ار كود ده يعني استحداث جديد من البريد المصري، بيأرخ الحدث بتاع اصدار الطابع. يعني حضرتك لو عملت سكان للكيو ار كود اللي موجود هيدي لحضرتك نبذه كبيره جدا عن الاتحاد الخلفية العالمي نفسها، وتاسيسه وفعالياته ووظايفه والكلام ده كله هتلاقي سيادتك في الكيو ار كود. حجم المستخدمين للبريد المصري، حضرتك كنت بتتكلم من شويه قد ايه انتوا قريبين من الناس في القرى والنجوع والكفور، وده يعني مش متاح لمؤسسات تانية بتقدم خدمات شبيهه باللي حضراتكم بتقدموها. الوعي والثقة المتبادلة ما بين حضراتكم كجهة بريد أو كهيئة والمواطنين، إيه اللي يخليه يبقى موجود معاكم في ظل هذه التكنولوجيا؟ لو هو عايز يبعت مثلا حاجة لابنه اللي عايش في أمريكا، إيه اللي يخليه يستخدم البريد المصري عن إنه يستخدم أي قطاع خاص مثلا؟ ده أكيد. أنا يعني بقول لسيادتك بنأكد برضو إذا كان السؤال عن عدد مستخدمي البريد. طبعا أنا نحب نعرفه أكيد. لا يعني هو عدد مستخدمي البريد أقدر أقول لك بكل ثقة إن هو كل الشعب المصري، زي ما حضرتك احنا انه بيستخدمه بشكل مباشر او غير مباشر. يعني انا سيادتك بدفع مصاريف جامعه، سواء جامعه بدفع اشتراكات، بدفع فاتوره، بدفع كمان برضو المصاريف بتاعتها. كل ده فاللي انا اقدر اقوله ان كل الشعب المصري بيستخدم، لكن المباشر عندنا الثابت في التعاملات الماليه والتوفير 30 مليون عميل، وده يعتبر على حجم مؤسسة زي البريد لا رقم ضخم جدا، يمكن بيمثل نسبة كبيرة جدا من البنوك كعملاء كخدمة كعميل. لأن زي ما حضرتك قلت الدفتر ده حاجة مهمة عند الناس، في موروث ثقافي في الفكرة ديت مخليهم طبعا مرتبطين. وهو برضو سيادتك ليه نفس أو جزء تاني من السؤال، ليه الناس ما زالت بتستخدم البريد رغم الشركات موجودة ورغم وذلك؟ للثقة، الثقة إن أنا في أمان. سواء دي عربية يا فندم، دي عربية نقل طرد، دي عربية من عربية كهربائية، من الاستحداث بتاعنا لأسطول النقل. إحنا بنطور دايما، مش التطوير ما بيشملش نوعية معينة، لا بيشمل كل أدوات التشغيل الخاصة بينا. فده طبعا برضو ده اللي أنا عايز أشير إليه، ده نازل من توصيات الاتحاد البريد العالمي اللي هو المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلافه. فالبريد بيستخدم تشغيل كبير جدا في أسطول النقل. احنا عندنا أسطول نقل ضخم مجهز بأحدث وسائل تقديم الخدمات، حوالي أكتر من 1500 سيارة، دي من أحدث السيارات اللي احنا بنتناولها في الفترة اللي جاية، اللي هي التحول لاستخدام الطاقة النظيفة اللي هي الطاقة الكهربائية.